السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضي. حقق فريق مركز شباب الشخورة فوزا سهلا على حساب منافسه مركز شباب الهملة بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى بالنسخة الرابعة لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية الأول لذوي الإعاقة الذي يقام هذا العام تحت شعار ملتقى الأجيال. واللقاء الثاني وضمن اللقاء الثاني في المجموعة ذاتها فاز فريق شباب أبو قوة على مركز شباب القرية بخمسة أهداف دون مقابل. نشكر جميع القائمين على البطولة، على رأسهم سمو الشيخ خالد بن حمد. هذه بلا شك بطولة فرصة للشباب يبرزون مواهبهم، خاصة أن لائحة البطولة ما تسمح حق اللاعبين اللي هم مسجلين في الاتحاد خلال السنتين اللي راحوا أن يشاركون في البطولة. فبالعكس دي فرصة أن اللاعبين الهواة أن يبرزون مواهبهم. لاحظنا يعني في مواهب نقدر كأندية نستفيد منها في دورين المحلي، يعني في خامات وايد زينة سواء على صعيد الحراسة أو حتى على صعيد اللاعبين داخل الملعب. يعني وايد في لاعبين نستفيد منهم. دورنا احنا كقناة رياضية أن نلغي الضوء على هذه الفعاليات ونبرزها بالصورة اللي تليق بالاسم وبالفعالية نفسها، وترسيخ كافة الإمكانيات لظهور هذه الفكرة، خلينا نقول، أو المبادرة سمو الشيخ خالد إلى الإعلام بالصورة الصحيحة.